السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندنا موقع ممتاز اسمه زاتيرو. الموقع ده بتقدر تحمل منه برنامج زاتيرو وأدن اسمها زاتيرو، دي لتنظيم المراجع الموجودة في البحث وتنظيم الكتب. فهو بيديني موضوع ان انا اجمع كل البحث والمراجع والاستشهادات بتاعتي والصور في مكان واحد، اقدر انظمها واقدر احطهم زي ما انا عايز. الاستشهادات برضو بينظمهم لي. موضوع سنكرونايزيشن، لان هو الاداه اللي هنا بتاخد الكتب وتحطها لي في البرنامج ما دام عامل نفس الحساب، يعني على الموقع نفسه بقول له لوج ان او انا عايز اعمل حساب ساين، وبعد كده تبقى عندك حساب. اول ما تفتح البرنامج تكتب الاسم والباسورد فيبدا يحصل تزامن. تمام. طيب خلينا نيجي هنا في التحميل داونلود. هو بيشتغل على الويندوز وبيشتغل على الابل وبيشتغل على لينكس زي ما انت عايز. والمتصفحات بيشتغل على كذا حاجه، بيشتغل على الفايرفوكس وبيشتغل على السفاري وبيشتغل على الاوبرا وبيشتغل على جوجل كروم. لما سطبه بتظهر لي الاداه ديت. خلينا مثلا دخلت على موقع الباحث بتاع جوجل سكولر، وبعد كده هقول له مثلا ان بدور على بحث عن البيم. فدي المراجع اللي موجوده. انا مجرد بس هدوس هنا دوسه واحده يبدا يجيب لي كل المراجع. فانا اعلم على المراجع اللي انا محتاجه عندي في البحث او سيلكت اول واقول له اوكي. خلاص هو كده احتفظ بالبحث ده في المكتبه بتاعتي. تمام. ولما بتفتح البرنامج زي ما انت شايف ممكن تخليه عربي او انجليزي زي ما انت عايز. هدخل هنا في تحرير تفضيلات او edit preference، هقول له انا عايز اعمل تزامن، فتكتب الاسم والباسورد بتاعك وتختار المكاتب اللي انت عايز تحصل لها تزامن. تمام. وتختار تزامنها بتلقائي ولا لازم تقول له التزامن بحيث ان يحصل التبادل. عايز يكون عندك تعمل بحث في قلب البي دي اف، هنسطب البرنامج بحيث ان هو يشوف الملف البي دي اف تقدر تعمل بحث فيه. طبعا كل الكلام ده مجاني وبلاش، مفيش لا كراك ولا باسورد ولا حاجه خالص. بيقول لك انت عايز لما تصدر باني صيغه، فبتبدا تشوف الصيغه اللي الدكتور او الجامعه هتقبله، فتبدا تشوف انهي صيغه المقبوله. تمام. هقول له اوكي. طيب هنا تقدر بقى تقول له انا عايز اعمل عنصر جديد، كتاب او اطروحه او بث اذاعي او براءه اختراع. طبعا تقدر تغير اللغة وتختارها انجليزي. هاجي هنا في المتقدم وغير اللغة اللي انا عايزها، مثلا فارسي انجليزي عربي زي ما انا عايز. هو بيدعم لغات كتير جدا، البرنامج اوبن سورس ومجاني، فناس كتيرة بتطور فيه. طيب لو عايز اضيف مرجع ممكن اقول له استيراد واختار المرجع بتاعي حسب الامتدادات، في امتدادات كتير جدا هو بيقبلها. مثلا دوت ممكن اقول له مثلا برضو استيراد، هات لي بدل ار اي اس انا عايز بي اي بي تي اكس، بيضيف لي المرجع دوت. سهل جدا بقى ان انا مثلا تاخده كوبي، تضيف مرفق. لو انت عندك نسخه مثلا على الهارد تقول له مثلا لما تدوس على الكتاب دوت افتح لي الرابط دوت، افتح لي مثلا الكتاب دوت، اي حاجه مثلا الفيديو دوت يبقى مرتبط بيه. طيب لو انا عايز اخد بقى حاجه للوورد، طيب تعالى على الوورد هتلاقي هو مسطب لك اداه تسهل لك ان انت تضيف مرجع وتضيف كل اللي انت عايزه. بتقول هنا ضيف لي المرجع، فبقول له مثلا انا عايز حاجه عن البيم، فبيقول لي اهوت، فبقول له ماشي ضيف لي دوت. تمام. ده كده رقم واحد. طيب ضيف لي ضيف لي دوت. تمام. فتقدر تضيف في المراجع اللي انت عايزها. تمام. وبعد كده ممكن في الاخر خالص تضيف الارقام دي بتشاور ليه. تمام. فده بيفيدك في تنظيم المراجع بتاعتك. زي ما انت شايف بيكتبها باسلوب شيك واسلوب موحد، وتقدر تختار اسلوب الجامعه اللي انت عايز تقدم ليها البحث، فتعمله بنفس الاسلوب بحيث ما يبقاش فيه مشكله ويبقى دكاتره قابلين يعني ان شاء الله. والتوفيق لكل واحد بيعمل بحث علمي ان شاء الله.